من ضمن الاخبار اللي جت من كاس العالم هو اعتزال نجمنا ونجم مصر يعني الحقيقه وكابتن منتخب مصر عمرو الجندي، يعني كتب على صفحته انه خلاص بيعتزل اللعب دوليا. يمكن عمرو الجندي اللي ما يعرفوش انه كان اول منتخب مصر ليه كان 2009 في طرابلس، كان مع بعض انا وهو، وكان هو لسه عنده 17 سنه واول منتخب ليه، وكان جاي على المنتخب على طول. كان عندنا اصابه حصلت وتم استدعائه لان كان افضل لعيب في جيله، وتم استدعائه وجاي ليبيا وكان معايا يعني في الغرفه، يعني كنا مع بعض. وكان ده اول انضمام ليه في منتخب مصر 2009 افريقيا، اول انضمام ليه بيلعب بطوله افريقيا. فالنهارده مشوار كبير جدا لعمرو الجندي وعطاء كبير جدا لعمرو الجندي على مدار السنوات دي، بنتكلم من 2009 طبعا منتخبات الشباب حدث ولا حرج، ولكن من 2009 حتى الان 2023 بنتكلم في 14 سنه رحله عطاء مع المنتخب. ما فيش مره اعتذر، ما فيش مره قال يعني انا مش هروح العب مع المنتخب، متواجد بشكل دائم. قميص منتخب مصر محجوز لعمرو الجندي طوال 14 سنه. اكيد عشان نعرف اكيد اكتر عن هذا القرار ونتكلم معاه عن قرب، معانا عبر الهاتف عمرو الجندي. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا كابتن عايز تعمل ايه؟ الاول خلينا اهنيك على الاداء بامانه في الويندوز بتاعت كاس العالم والتاهل، وخلينا كمان اهنيك على الاداء المشرف في كاس العالم، مشرف بجد مش مشرف بهزار، وان احنا كنا قاب قوسين او ادنى نتاهل للاولمبياد. خلينا اهنيك على كل ده وهنيك ثالث مره على مستواك يا عمرو. انا بشكرك جدا والله، يعني الله يبارك فيك وشكرا قوي. وزي ما انت قلت يعني انا كنت معاك في اوضه واحده من 14 سنه في ليبيا، دي حاجه ما تتنسيش وانا لسه كنت صغير. خلاص كاس العالم شباب وانضميت لكم فعلا اربع ايام، وكنت مع كان شرف لي ان انا كنت اكون موجود معاكم، وكانت نقطه من نكون موجوده وقتها رامي وجنيدي وحاوي وامير الفنان ناس كتير قوي. فيعني بشكرك على الكلام الحلو ده وفكرتني بذكريات جميله. طب قول لي يا عمرو، يعني عطائك 14 سنه مع المنتخب، النهارده بتاخد قرار الاعتزال الدولي، يعني كواليس القرار ده ايه؟ ليه خدته؟ ليه استنيت لبعد كاس العالم عشان تعلن عنه؟ والله انا حسيت ان يعني احنا مش قادر نعمل حاجه اكتر من كده. احنا عملنا كسبنا ماتشين وماتش ثالث بنخسر باسكت في الاخر خالص، وماتش جنوب السودان اللي هم كسبوا كتير دي برضو، يعني احنا لو كنا كسبنا ما كناش قادر نوصل لسكور افريج. حسيت ان ده يعني احنا انا كابتن مصر في كاس العالم، دي حاجه كبيره قوي مش بتحصل كل يوم. ما فيش حاجه اكتر من كده هنعملها. اتصل لحضرتك زي ما انت قلت في لسه الملحق، وان شاء الله المنتخب يقدر يوصل. بس زي ما انت قلت هي صعبه جدا جدا، صعبه جدا جدا، بس طبعا في امل وان شاء الله وصلوا. فانا حسيت ان دلوقتي المكان المناسب، انا بلعب كويس ومخلص بشكل كويس، يعني مش هلاقي فرصه احسن من كده. ان انا يعني كاس العالم جاي لسه كمان اربع سنين، يعني بعيد قوي. ف يعني حسيت ان هو ده الوقت المناسب علينا كمان، يعني الاسره وكده، ان انت بعيد عنهم طول الصيف، وبنتي 6 سنين دلوقتي، انا يعني عندي 30 سنه مش كبيره اقدر يعني، بس حسيت ان الاسره بقى ليها حق عليا اكتر، ان انا بقيت طول الموسم مش موجود وكمان في الصيف مش معاهم. حسيت الحمل تقيل قوي عليهم، فحبيت ان انا خلاص اكون بريح جسمي اكتر في الاوف سيزون، بريح شويه، بقعد مع عيلتي اكتر. وان انا خلاص يعني دي يعني اعلى حاجه في الليفل لعيب مصر ممكن يوصلها، يعني بيلعب في دوري مصر ويلعب كاس العالم مع منتخبه، وان انا كمان كنت كابتن الفريق. فحسيت ان ده يعني ايه، الحمد لله لحد كده. يعني لا عايز اقول لك ان انا يعني مش متخيل منتخب مصر من غيرك بصراحه عمرو، بكلمك بكل امانه والله. بس ده قرارك وانت ادرى بالتوقيت المناسب، ويعني اكيد يعني الكثيرين طبعا شايفين ان انت خساره كبيره مع منتخب مصر، ولكن انت موجود هتروح فين يعني ومع النادي الاهلي. طب خلينا اتكلم معاك يا عمرو عن النادي الاهلي. انت النهارده عندك كاس العالم للانديه ان شاء الله، مسافرين بعد ايام عشان تلعبوا. يعني طموحاتك مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، شايف ان احنا ممكن يكون لينا بصمه كمان زي ما كان منتخب مصر ليه بصمه في كاس العالم؟ يعني ان شاء الله احنا ضمننا محترفين مستواهم عالي. انا النهارده يعني النهارده اخر يوم في الاجازه، انا لسه مخلص جيم لوحدي، وكمان وبكره ان شاء الله هنضم للفريق اللي هو المنتخب. ما خدناش غير 3 ايام اجازه، احنا جينا من يومين والنهارده الثالث، وبكره ان شاء الله هنبدا التمرين معاهم. متفائل وجود عمر عباده واللعيبه الامريكاني وفاكوادي نور سكول، لعيبه مستواها عالي ان شاء الله مع اللعيبه اللي موجوده والانضمامات الجديده كيجو، ان شاء الله يبقى يكون شكلنا كويس برده، ونقدر نعمل يعني انجاز جديد ان شاء الله في كاس العالم زي ما عملنا انجاز كويس على المنتخب. ان شاء الله نقدر كمان نعمل انجاز احسن من النادي الاهلي ان شاء الله. طب قول لي يا عمرو، انت مريت على يعني اجيال كتيره في المنتخب، يعني بنتكلم في 14 سنه مر عليك كتير مدربين وكتير اعدادات وكتير بطولات. ايه المختلف المره دي مع كوتش روي رانا
واللي ساهم بشكل كبير عشان يتأهل لكأس العالم، ايه اللي انت شايفه مختلف وايه اللي تتمنى انه يدوم مع منتخب مصر عشان نفضل كل مره نتأهل؟ بص صراحة اللي اختلف في اخر فترة مع المنتخب ان البيئة نفسها المحيطة بالمنتخب اختلفت. الراجل ده مع اتحاد الباسكت صراحة اول مرة نشوف معسكرات قوية. احنا رحنا بهامس لعبنا مع منتخب بورتوريكو، لعبنا فرقة جامعات عالية، بعد كده بنسافر اوروبا بنلعب منتخب الصين ومنتخب جورجيا. فالاتحاد دعمنا باكتر، انا في المنتخب 14 سنة، ده اقوى اعداد 9 سنين اللي فاتوا يكونوا موجودين. صحيح. غير ان الراجل مدرب كويس جدا طبعا، مش انا هتكلم عنه، السي في بتاعه كبير. فالحاجات دي انت بتوفر اهم حاجه الماتشات الدوليه اللي بتدي خبره وتخليك تكتسب اللي هو الريتم والتيمبو بتاع الفرق الاوروبيه، غير خالص الدوري المصري وغير حتى بطولات افريقيا. فدي اكتر حاجه ساعدنا يعني الاتحاد مع الراجل في الفتره الاخيره اخر سنتين الصراحه، دعموا المنتخب جامد جدا ووقفوا مع المنتخب جامد جدا الصراحه. صحيح. وكان واضح برضو يا عمرو في الملعب الدفاع كمان كان افضل بكتير، يعني دفاعكم بصراحه كان مختلف تماما. يعني الراجل بيركز في كل التفاصيل بطريقه، يعني احنا حتى هو بيصور كل تمرينه ونقعد بعد كل تمرينه نحلل قبل ما ننزل التمرين اللي بعدها، بيحلل التمرين وغلطاتنا في التمرين مش بتاعنا الماتشات بس. طب قول لي يا عم في كل التفاصيل. طب قول لي برضو يعني عايز اطمن على فرقه النادي الاهلي، فرقه يعني ان شاء الله انتوا كلكم الخماسي الدولي هيرجع بكره التمرين. سليم. لا لا كله سليم الحمد لله وكله جاهز، و في ناس النهارده كلمتهم كانوا بيبتدوا يتمرنوا لوحدهم عشان يخشوا بكره جاهزين، وكله ان شاء الله يعني ان شاء الله لا يعني كله جاهز ومستعد لبدايه الموسم ومتحمس. انا ما شفتش فرقه من ساعه البال، فمتحمس ان ارجع تاني اشوفهم واطلع معاهم. يعني هو كوتش جوستي بعت لكل اللعيبه بعد الماتشات الاجازه تبقى قد ايه، ويعني قال لنا كويس انتوا عملتوه، ونبدا بقى كلنا متحمسين ان شاء الله لبدايه موسم جديده. ما شبعناش لسه عايزين نكسب اكتر واكتر زي ما كنت محضرتك اول ما جيت الاهلي، ما اعرفش حضرتك فاكر ولا لا. صحيح. بس لا فاكر طبعا، فاكر دي حاجه تتنسي بالظبط. انا دي اهم حاجه، احنا عايزين نستمر في اللي احنا بنعمله ان شاء الله، وان شاء الله يعني نوصل اكتر عدد سنين نكسب متوالي كل البطولات ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عمرو الجندي كابتن منتخب مصر ونادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا، اكيد بنتمنى لك كل التوفيق يا عمرو.